عايز اخدك بقى للمواجهه الناس كلها شافتها، مواجهه نادي الزمالك. اولا كده قبل ما اتكلمك على المواجهه نفسها، كنت متوقع انها هتقام؟ كنت متوقع انه كاس مصر السنه اللي فاتت هيستكمل، ولا كنت فقدت فيه الامل؟ كان بعيد جدا ان احنا ممكن نكمل دي، كانت كنا مستبعدينها خالص من حساباتنا خالص خالص. لما اعلن ان المباراه هتقام اتبسطت، ولا قلت ما انا كنت فرحان بدوري الدرجه الثانيه ولسه صاعد وبتاع، الفرحه هتقع لو لعبت الزمالك وكسبت؟ لا، هي القصه ان هي جت جه ماتش الزمالك وتحدد، كان قبل ما نحسم رسميا موضوع الصعود، فكان سبب لنا ارتباك شويه ان احنا التارجت الاساسي اللي احنا جايينه كريم السنه دي ان احنا صعود، نصعد الدوري المنتزه مش مفكر في كاس مصر غير. بالظبط كده. فعايزين نحسم الاول بعد كده نفكر في ماتش الزمالك. الحمد لله حسمنا قبل ماتش الزمالك، قبلها بماتشين كمان بطريقه محترمه يعني. صح. قعدت مع اللعيبه واتكلمنا وفضفضنا مع بعض، وقلت لهم الحمد لله دي زي هديه من السماء او مكافاه ليكم بعد صعودكم الجميل اللي شفتوه السنه دي، فرصه ليكم وفرصه لينا. في ايه يا كريم؟ ان احنا نبين للناس ان احنا عندنا فرقه محترمه، يمكن القسم الثاني مش متشاف زي الدوري الممتاز. طبيعي. الناس كلها شايفه فرقه اسوان دي صعدت بفرق كبير، طب الفرقه دي عامله ازاي؟ مين اللعيبه اللي فيها؟ ايه الاسماء اللي فيها؟ مين المدرب بتاعهم؟ مين الجهاز؟ عشان ما انساش برضو يا كريم، صح. معايا جهاز الحمد لله قمه في الاحترام وسند لينا الدوري كله، بوجه لهم كل الشكر عن طريقك. فماتش كاس انا قلت لهم هديه ليكم عشان الصعود بتاعكم، هنلعب من غير اي ضغوط، ده العكس، فرقه الزمالك هي اللي مضغوطه، عندهم خساره اخر ماتشين وعايزين يطلعوا من الكبوه دي، فاحنا هنلعب بدون اي ضغوط. يمكن الشوط الاولاني يمكن شويه كنا لسه الخضه موجوده عند بعض اللعيبه، ما لعبوش ماتشات بالاهميه دي قبل كده، لكن الشوط الثاني حضرتك شفت مع التغييرات مع خلاص اللعيبه دخلت جوه المباراه، كان الوضع يعني الحمد لله احسن. والحمد لله بشكر اللعيبه على الاداء بتاع امبارح، ويمكن احسن طريقه نختم بيها الموسم كان ماتش امبارح. كنا نتمنى طبعا، كان عندنا طموح مشروع ان احنا نلعب نهائي الكاس.